خلينا نروح نقرب للمشهد اكتر مع منتخبنا الاولمبي، ومعانا على التليفون الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي. تحياتي ليك يا استاذ محمد. وانت طيب. اخر استعدادات وسفر منتخبنا الاولمبي، ان شاء الله اللي هيسافر بكره علشان يعني المعسكر الاخير ليه هيكون في مدينه بوردو الفرنسيه غدا باذن الله. يعني زي ما حضرتك قلت كابتن اسامه، يعني المنتخب ان شاء الله هيسافر بكره، وعنده تدريب النهارده في التالت بتاعه. ان شاء الله يسافر بكره مدينه بوردو الفرنسيه، هيلعبوا ماتشين ودين مع اوكرانيا والعراق. ودي هتبقى تجربه، يعني تجربتين قويتين طبعا قبل ما تدخل بقى في الماتشات الرسميه. هتبتدي يوم 24 زي ما حضرتك قلت، وبتفق جدا مع حضرتك كابتن اسامه في ان الماتشات هتبقى مستوى تدريجي. جمهوريه الدومينيكان يوم 24 يوليو، وبعدين بعد كده تلعب اوزباكستان، وبعدين تلعب اسبانيا. المجموعه مش سهله زي ما الناس يعني زي ما الناس متوقعه، لها مجموعه صعبه. اوزباكستان زي ما حضرتك قلت برضو فرقه من الفرق القويه في المراحل دي، وسبق ان انت لعبتها قبل كده كذا ماتش، تحديدا ماتشات وديه ايام كابتن شوقي غريب لما كان بيساعد برضو في للاولمبيات وتوتو افريقيا وقتها، ولعبنا ماتشين وديين معاهم. فرقه من الفرق القويه، ماتش صعب مش ماتش سهل، لكن ان شاء الله يعني الماتشين الاولين جمهوريه الدومينيكان وازبكستان ان شاء الله المنتخب يحقق فيهم الفوز. بتواجه اسبانيا طبعا فرق من الفرق المرشحه قوة للعقب الاولمبيات، هيبقى ماتش صعب جدا على منتخب مصر، لكن ان شاء الله يعني عندك لعيبه وجهاز فني يعني ان شاء الله مستوى عالي، يقدروا يواجهوا الماتشات دي، ويقدروا ان شاء الله يظهروا بمستوى مميز في الماتشات دي. الماتشات زي ما حضرتك قلت يوم 24 يوليو ويوم 27 ويوم 30، وبعد كده بيتاهل زي ما انت عارف اول وثاني مجموعه. ان شاء الله يبقى المنتخب من الفرق المتاهله على المجموعه دي باذن الله. وجود زيزو طبعا يعني مدي يعني روح للمعسكر. النني من اللعيبه الكبار في منتخب مصر الاول، لعيب يعني لعيب من كباتن المنتخب الاول، فلما يبقى موجود مع المنتخب الاولمبي حاجه طبعا بتدي قوه للمنتخب، بتدي حافز للعيبه. وشفناه لما وصل يعني قعد مع اللعيبه، عمل كده هو وزيزو وحفزوا اللعيبه ان هم البطولات الكبيره دي طبعا سواء الاولمبياد او سواء كاس العالم. والنني يعني كان يعني شارك في البطولتين سواء مع الكابتن هاني رمزي في اولمبياد 2012، وشارك بعد كده في كاس العالم 2018 في روسيا، فعنده خبره طبعا كبيره ان هو موجود. يعني اهميه المحافل الكبيره دي بالنسبه للعيبه، واللعيبه لسه صغيره يعني عندها لسه مشوار طويل اللي موجود في المنتخب الاولمبي. فان شاء الله يعني وجودهم يبقى اضافه ومكسب كبير للمنتخب الاولمبي، ويحققوا حاجه باذن الله، وتبقى حاجه كويسه للكره المصريه الحقيقه اللي بتمر في الفتره الاخيره بازماتها وازمات كبيره جدا. فان شاء الله المنتخب الاولمبي يعني يقدر يفرح المصريين ويفرح الشعب المصري، وان شاء الله يعني يرجع جزء من هيبه الكره المصريه للفتره اللي فاتت ان شاء الله. شايف ممكن الجيل ده يا استاذ محمد، خاصه شفناه في كاس الامم الافريقيه تحت 21 سنه في المغرب، يعني فاق التوقعات فيها وقدر يوصل المباراه النهائيه باداء وبنتيجه وبعرض، ممكن الجيل ده يحقق يعني انجاز، خاصه ان معاه مدرب برازيلي مدرب كبير مستر ميكالي، قدر قبل كده يحقق ميداليا مع منتخب البرازيل. يعني احنا في امم افريقيا كابتن اسامه، لو هترجع كده قبل امم افريقيا المنتخب الاولمبي كان التوقعات كلها ان المنتخب يعني مش هيوصل للمرحله النهائيه. كان في يعني معظم الناس ما كانتش متوقعه، لكن الحقيقه اللعيبه طلعوا رجاله وظهروا مستوى كويس جدا. في اكثر من لعيب مؤثر، ابراهيم عادل وكوكا ومحمود صابر، ولعيبه كتير جدا ظهروا بمستوى مميز في البطوله وكانوا نجوم البطوله، والحمد لله يعني قدروا ان هم يوصلوا النهائي، وكانوا قريبين جدا ان هم يحققوا مع افريقيا. يعني لولا الطرد الشهير وقتها محمود صابر، المنتخب كان متقدم بهدف على المغرب، لكن بعد الطرد الاداء يعني او طبعا النقص العددي يعني كان فرح المغرب او افريقيا. لكن ان شاء الله اللعيبه عندك خامات كتير جدا مميزه في المنتخب الاولمبي، ومع وجود النني وزيز ان شاء الله ولو فايقين هيجروا جدا مع المنتخب. معاهم طبعا زي ما حضرتك قلت كابتن روجيرو ميكالي، مدير فني خبره، خد البطوله قبل كده، بيعرف يتعامل مع يعني في المراحل السنيه دي بيعرف يتعامل كويس جدا، ومدرب كبير جدا يعني ده ظهر في افريقيا اللي فاتت. ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه، وان شاء الله يعني الناس متفائله بيهم ويحققوا حاجه لنفسهم اولا لما لسه
يعني لسه في الخطوات الاولى، وحضرتك كنت لعيب في منتخبات فعارف الحاجات دي بتديك حافز، بتديك قوه، بتديك طبعا ثقه بعد كده في سواء بقى مع فريقك او سواء مع المنتخبات. ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه ويتاهلوا للادوار الثانيه. يعني طبعا يعني حته ان احنا ناخد ميداليه دي يعني طبعا بعيده، لكن ان شاء الله مفيش حاجه بعيده في كره القدم، وان شاء الله اتمنى طبعا ان هم يحققوا ميداليه ويفرحوا للشعب المصري، وانجاز يضاف لسلسله البطولات اللي موجوده للمنتخب، سواء المنتخب الاول او المنتخبات الاولمبيه او منتخبات الشباب، وان شاء الله يعني يقدموا حاجه لكره المصريه باذن الله. رايك استبعاد، يعني طبعا احنا مرتبطين بعدد في قائمه المنتخب الاولمبي، لكن في برضه بعض العناصر اللي كانت مهمه بتادي اداء رائع خلال الفتره الاخيره، يعني حسام اشرف واحد من هدافين الدوري، بتكلم على عمر الساعي، ياد العسقري، لعيبه ليها تقلها في الملعب، لعيبه خلال الفتره اللي فاتت ظهرت بشكل كويس جدا، خاصه كمان بتتكلم عن واحد من هداف الدوري حسام اشرف علامات استفهام شويه وهو مش متواجد في المنتخب الاولمبي او قائمه المنتخب الاولمبي. يعني طبعا هرجع اقول لك كابتن، حسام اشرف من اللعيبه اللي ماشيه بشكل كويس جدا في الدوري المصري، لعيب هداف الدوري المصري، لكن هترجع في الاول وفي الاخر دي بتبقى وجهه نظر مدير فني، هو اللي يعني اللي اضرب نفسه، وهو كل يعني كل لعيبه او كل قائمه هتقعد تتكلم عنها لازم تلاقي فيه خلافات، ولازم يعني مش هتلاقي لعيبه انت مرتبط بعدد معين 23 لاعب، فبالتالي انت مرتبط بعدد معين، فدي وجهه نظر المدير الفني، لكن ان شاء الله في جميع الاحوال ايا كان اللعيبه اللي موجوده او اللعيبه اللي غايبه، في طبعا غيابات كده زي ما حضرتك قلت، اياد وحسام اشرف واللعيبه الكبيره دي لو كانت موجوده طبعا هتديك قوه، لكن انت مرتبط طبعا بعدد، فان شاء الله يعني البركه زي ما بيقولوا في الموجودين ويبقوا اضافه ان شاء الله، وفي الاخر دي رؤيه مدير فني هو اللي هيتحملها، سواء لو طلعت صح هو الناس هتثني عليه طبعا، لكن لو طلعت خطا وكان في مثلا مشكله في الهجوم عندك في البطوله فطبعا الناس هتنتقد طبعا الجهاز الفني وعلى راسهم التالي، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويقدموا حاجه كويسه، وزي ما بنقول كده البركه في الموجودين ان شاء الله، ويقدموا حاجه في الاولمبياد بشكل كويس ان شاء الله كابتن باذن. اخيرا يا استاذ محمد، لو عندك معلومه، بكره اكيد سفر منتخب الاولمبي صح؟ تمام. كل اللعيبه مسافره بكره ولا في حد ممكن يتخلف عن السفر بكره؟ لو عندك معلومه. اللعيبه كلها طبعا موجودين، وطبعا يعني سمعنا من شويه على خبر الجامعات، لكن انا باكد لك من لغايه دلوقتي المعلومه اللي عندي ان ابراهيم عادل موجود واللعيبه كلها مكمله ان شاء الله، مش حد يعني هيطلع من المعسكر ان شاء الله، اللعيبه كلها موجوده. انا بتكلم على كل لعيبه الانديه، مش لعيب بعينه. احنا في الفتره دي الاولويه لمنتخب مصر الاولمبي. لا كله ان شاء الله موجود. انا بعلق على موضوع ابراهيم بس، ان هو زي ما سمعنا من ثلاث او اربع ساعات خبر نادي بيراميدز ان هو بيستدعيه، لكن المعلومه اللي عندي ان يعني اتحاد الكره والجهاز الفني يعني طبعا عارفين اهميه اللعيبه كلها، فاللعيبه كلها موجوده والانديه بتساعد المنتخب، دي حاجه في الاول وفي الاخر باسم منتخب مصر، فان شاء الله يعني اللعيبه كلها موجوده ومسافره بكره مع الفريق لفرنسا ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ محمد مراد اللي وضح لنا كل امور المنتخب الاولمبي اللي احنا بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، وزي ما قلت لحضراتكم فعلا عندنا جيل محترم من اللعيبه وجهاز فني محترم، ايضا الكابتن محمد بركات المشرف العام على المنتخب الاولمبي اللي قدر يعني خلال الفتره فاتت منذ انتقاء المدير الفني كمان بعمل برنامج للمنتخب الاولمبي بكاس الامم الافريقيه ان شاء الله تكمل بانجاز للكره المصريه وتحقيق ميداليه مع هذا الجيل.